صباح الخير يا زلمة، طبعا مفتاح الفن الصباح لشركة وينز بروكر. هنضم لكم كريم مجدي اليوم 25 أغسطس 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. تراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة العملات الرئيسية خلال طبعا الفترة الصباحية لليوم، مع ترقب المستثمرين لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ترقبا لمؤشرات حديثة بخصوص مسار السياسة النقدية. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق. أمس كان عندنا مجموعة من البيانات الهامة، أهمهم طلبات السلع المعمرة الأساسية اللي جه نتيجة أفضل من المتوقع 3 من 10%، وكان متوقع ليه 2 من 10%. اليوم هنكون في انتظار بيان هام هو الناتج الإجمالي المحلي متوقع ليه سالب 8 من 10%، والشهر الماضي كان سالب 9 من 10%. دي كانت أهم البيانات ومن الأخبار، وذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا الشارت الميل للأداء السلبي، أداء سلبي على الإيماء على السار على الفلات تريند. أداء سلبي طبعا موجود أسفل المتوسطات السعرية، ولكن ما زال متماسك على النقطة المحورية عند 36.40، ولذلك ننتظر كسر ال 35.45 عشان يكون المجال مفتوح للمزيد من الأداء السلبي مع ال 34.60 وراها ال 33.55. مرة تانية كسر ال 35.45 وراها ال 34.60 وراها ال 33.60. السيناريو الآخر المعاكس بكسر 37.45 وراها 38.65 وآخر نقطة عند 39.50. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول الأيمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.